سلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله سماحة رادود حامد. حياك الله المتهم. حيي، بشرونا عنكم وعن صحتكم. الحمد لله. انت مريض؟ لا لا، نايم؟ تفضل تفضل ايقظتك من النوم. تفضل. والله احببت يعني اعرف منك، هل الإمام المهدي سلام الله عليه يملك لي ضر أو نفع؟ ايه، طيب أنت بتقول لي إيه؟ طب الله سبحانه وتعالى قال على محمد صلى الله عليه وسلم آية رقم 188 في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا. يعني النبي لا يملك لنفسه، فكيف يملك لنا؟ فكيف إمامك المهدي؟ وفي آية أخرى هو لا يملك لنا ضرًا ولا نفعًا أيضًا. فكيف إمامك المهدي يملك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك إلا ما شاء الله؟ تفضل. أفا سكر وهرب. عقائد الإمامية الإثنى عشرية أيها الأكارم مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى. عقيدة دين الشيعة مخالف للقرآن الكريم. إزاي إمامك يملك لنا؟ إذا كان النبي لا يملك لنفسه، فكيف الإمام الحسين وأئمتك يملكون لأنفسهم، فضلا إنهم يعني يملكوا لغيرهم من البشر؟ ما كان من الردود إلا أن يسكر الخط، لأنه علم أن هذه العقيدة السبائية التي وضعها محمد بكر المجلسي وأشباهه تصطدم مع كتاب الله تبارك وتعالى. كان معكم الردود الشيعي، اسمه حامد الحضراوي. الحكم لك أيها الشيعي العاقل. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.